السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، كونوا معنا حتى نهاية هذا الفيديو عن استخدام الدخون. سنشرح لكم في هذا الفيديو للنحل والأدوات المستخدمة في الدخون. أصدقائي، لا تتابعونا في هذه الحلقة وهذا المقطع بشكل متقطع. أصدقائي، استمروا معنا من بداية هذه الحلقة حتى النهاية، على أن المعلومات مترابطة في بعضها البعض أصدقائي، فلا تتنقلوا بين الفيديو. ونحيطكم علما أن هناك أيقونة الإعدادات، بإمكانك أن تقوم بمشاهدة هذا الفيديو بشكل أسرع أصدقائي، بتسريع هذا الفيديو أصدقائي، وأن تستمع للكلام بشكل أسرع أصدقائي حتى لا يفوتكم أي معلومة. أصدقائي، قبل أن نبدأ نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اذكروا الله، لا إله إلا الله. كما تشاهدون أصدقائي من عنوان هذا الفيديو، الأدوات والأشياء المستخدمة في إشعال الدخون أصدقائي، وسنوضح لكم بعض المهارات والفنون في استخدام الدخون حتى يشتعل معكم بسرعة ويبقى لأطول فترة مشتعل أصدقائي، وحتى لا ينطفئ معك. وأصدقائي، قبل أن نبدأ نأمل منكم فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس أصدقائي حتى تعم الفائدة ويستفيد الجميع. فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. أصدقائي، كما تشاهدون أمامكم هناك بعض الأشياء الأدوات المستخدمة في إشعال الدخون، وهو كراتين البيض وليف النخل وكرانيف النخل وأكياس الخيش أصدقائي، وأيضا هناك القش الناشف الموجود تحت الشجر بالإمكان باستخدامه. سنشرح لكم بطريقة سهلة جدا كيفية إشعال الدخون حتى لا ينطفئ معك أصدقائي، وحتى لا تواجه مشاكل، لأن النحال عندما يقوم بإشعال الدخون ويذهب إلى النحل ويقوم بفتح الخلايا، فلا يتفرغ مرة أخرى لإشعال الدخون، وقد ينشغل النحال بالدخون خلال عمله على حساب النحل وعلى حساب وقته. فنحن نريد الآن أن نوفر عليكم الجهد والوقت أصدقائي حتى يكون الدخون مشتعل معكم لأطول فترة ممكنة أصدقائي. واصغوا لنا قلوبكم وأسماعكم أصدقائي، ها هو الدخون أمامكم وهي كرتونة البيض. سنوضح لكم وسنشرح لكم عن كل أداة من الأدوات وعن كل الأشياء الموجودة أمامكم، كيف يتم استخدامها وكيف يتم إشعالها وكيف ستطول المدة في إشعال الدخون أصدقائي. أولا، كراتين البيض، بالإمكان أصدقائي أن نقوم بقطع قطع صغيرة من كراتين البيض بهذه الطريقة، بقطع صغيرة كما تشاهدون، ونقوم بضمها بكف اليد هكذا أصدقائي كما تشاهدون أمامكم، بطريقة بسيطة جدا، يعني ليس بالضروري أن تجعلها بشكل كروي أو أن تقوم بتدبيكها بشكل كبير جدا، إنما بشكل بسيط هكذا كما ترون أمامكم بكل سهولة أصدقائي، بكل سهولة، الأمر سهل جدا أصدقائي. وبعد ذلك الآن سنقوم باستخدام هذه القطع من كرتونة الأبيض وسنقوم بإشعالها بالقداحة. الآن قمنا بإشعال هذه القطع من كرتونة البيض من أطرافها أصدقائي، لأنها أنا أسميها هذه النار تكون في قطع البيض بالنار الزاحفة، أي أن عندما يتم إشعال كراتين البيض لا يمكن أن تنطفئ إلا بالماء أصدقائي، فالنار في الكراتين البيض تتدرج وتزحف بشكل تدريجي أصدقائي، وأي شيء في طريقها يشتعل أصدقائي. أعتقد من حيث الخبرة والتجربة التي قمت بها أصدقائي بأن الأساس في إشعال الدخون وعدم إطفائه هو كراتين البيض.
30 البيض أصدقائي. قد يقول البعض أنه ضار، لكن أيها الأصدقاء، نحن نستخدم 30 البيض كأساس لإشعال أي شيء بعده. كما تشاهدون، بإمكان إشعال 30 البيض لوحده، لكن هناك ملاحظة مهمة سأقولها لكم، أن 30 البيض تشتعل أولا بكل بطء، وبعد ذلك تشتعل وتزحف النيران بسرعة، وتنتهي الكراتين البيض داخل الدخون أصدقائي وتنتهي. هناك حل لهذا الموضوع، نقوم بإفراغ الدخون من الشوائب الموجودة والرماد الموجود، لأننا قبل ذلك قمنا بإشعاله واستخدامه. وبعد ذلك أصدقائي، نقوم كما تشاهدون، النار تزحف في كرتونة البيض أصدقائي. كما تشاهدون أصدقائي، هيا النيران تزحف بسرعة إلى هذه القطعة وتشتعل بسرعة أصدقائي. كما تشاهدون أصدقائي، تماما بهذه الطريقة أصدقائي، نقوم بوضع هذه القطعة داخل الدخون أصدقائي، وانظروا إنها تشتعل. الآن سنقوم بضخ الهواء داخل الدخون، انظروا إنها تشتعل، إنها تشتعل بسرعة أصدقائي، لا تشتعل بالنيران، لكن كالجمر، تشتعل كالجمر بسرعة وتزحف الحرارة والنيران إليها دون وجود شعلة، دون وجود شعلة أصدقائي. وهذا مهم، وهذا ما نحتاجه، لأننا نحن الهدف من إشعال الدخون هو الدخان وليس شعلة النار أصدقائي. نريد كثافة دخان ولا نريد نيران أصدقائي. ونقوم بإشعال قطعة أخرى ثانية وثالثة، ويكفي ذلك، قطعة واحدة أو ثانية وثالثة أصدقائي، يكفي 3 قطع، من قطعة إلى 3 قطع لا نزيد أصدقائي. نضعهم في أسفل الدخون كما شاهدتم الآن، وبعد ذلك نقوم بوضع قطع كراتين البيض حتى يمتلئ، أو كما ترونه مثلي. لكن أنا ما أقول لكم وما أفعله من حيث التجربة والخبرة والكثافة الدخانية، ومن حيث أن يطول معكم بشكل كبير أصدقائي الدخان، أنكم تقوموا بوضع قطع من البيض أصدقائي داخل الدخون بهذه الطريقة، ونقوم بوضع قطع صغيرة، وبعد ذلك نضع قطع من الكرانيف الصغيرة أصدقائي. كرانيف النخل أقرب إلى الطبيعة أولا، ثانيا هناك كثافة دخان، ثالثا يطول بشكل كبير، قد تبقى من تلت إلى نصف ساعة أصدقائي القطعة الواحدة كثافة دخانية. ونقوم بوضع قطع من كرانيف النخل أصدقائي، هذه الكرانيف أصدقائي تشتعل ببطء وبدخان كثيف، ولا تشتعل ولا تقوم بعمل شعلة نار أصدقائي. بهذه الطريقة نقوم بالنفخ، كما تشاهدون الدخان يخرج من فوهة الدخون أصدقائي، أو من المدخن، أو كما تسمونه أصدقائي، أو كما تسمونه. كما تشاهدون أصدقائي بهذه الطريقة تماما. وهذه القطع من كرانيف النخل التي أستخدمها أصدقائي بكثرة، لأنها هي أكثر شيء تجدي نفعا معي وتطول في الوقت. أقوم بوضع قطع بجمع بعض قطع الكرانيف، وأقوم بتقطيعها قطع صغيرة صغيرة، وأقوم بتجميعها في مكان معين، وبعد ذلك أستخدمها في داخل الدخون أصدقائي، وأقوم بوضعها في الدخون أصدقائي. وهذا الليف أيضا أقوم باستخدامه، لكنه يشتعل بسرعة، وأقوم بلفه كالبكرة أصدقائي على بعضه البعض حتى لا يشتعل بسرعة. الآن ستشاهدون أمامكم، انظروا أصدقائي، لحتى الآن لم أضع أي شيء سوى قطع من كراتين البيض أصدقائي. كما تشاهدون، انظروا أصدقائي كما تشاهدون بهذه الطريقة. الآن كما تشاهدون، سأقوم بوضع كرانيف النخل
النخل داخل الدخون. انظروا، هذه القطعة كبيرة لكنها بحجم كبير، لكن تدخل بكل سهولة إلى الدخون أصدقائي. وهي قطعة ثانية بشكل طولي قمت بوضعها داخل الدخون أصدقائي، قمت بتجهيزهم سابقا وقصهم قطع صغيرة صغيرة عبر المنشار أو عبر الشرخ أو عبر أي آلة حادة يتم تقسيمها. قمت بإغلاق الدخون، والآن يوجد أسفل الدخون قطع من كراتين البيض وهي الأساس، وهذه الشعلة من كراتين البيض ستقوم بإيصال الشعلة إلى كرانيف القطع، الكرانيف النخل الموجودة، ستوصل الشعلة وستشتعل كرانيف قطع من كرانيف النخل أصدقائي. وبعد أن تشتعل وتنتهي كرانيف النخل، لا نضع كراتين بيض، إنما نضع قطع أخرى من كرانيف النخل لأن تكون الشعلة قد توصلت إلى كرانيف النخل أصدقائي وتطول بشكل طويل. من حيث الخبرة والتجربة التي قمت بها، أفضل شيء كرانيف النخل أصدقائي، لكن هناك مشكلة في إشعال الكرانيف. لحل هذه المشكلة نقوم بوضع كراتين بيض في القاعدة، وبعد ذلك نقوم بوضع الكرانيف وستستمر الشعلة أصدقائي. هذا الخيش أمامكم سنقوم بضمه كالبكرة، بجمعه على بعضه البعض بهذه الطريقة كما تشاهدون. هذه الطريقة الثانية، نقوم بضم هذه القطع من الخيش ووضعه داخل الكرانيف أصدقائي. وأيضا يمكن وضعه، بعد نضع كراتين البيض في الأساس ثم بعد ذلك نضع الخيش، نقوم بإشعاله، لكن لا ينطفئ. ومن ميزة هذا الخيش أنك عندما تقوم بنفخ الهواء داخل الدخون فإنه يشتعل، وعندما تنتهي من النفخ فإن الشعلة تقف. وهذا من ميزة الخيش التي تختلف عن كراتين البيض، فإن كراتين البيض أصدقائي تبقى مستمرة في الزحف وفي الاشتعال إلى أن تنتهي وتنطفئ. أما الخيش من ميزته أصدقائي وإيجابياته أنه يبقى مشتعلا فقط بعث الدخان، ويشتعل عندما يتم النفخ بالهواء. وهذا الفرق بينه وبين كراتين البيض أصدقائي. حسب ما توفر لديك في البيئة الموجود أنت فيها، يجب تسخير كل شيء من أجل خدمة نفسك وخدمة النحل. كل ما هو موجود في بيئتك يجب استخدامه، وهذا القش الناشف الموجود أسفل الدخون أيضا ممكن استخدامه كما تشاهدون. انظروا أصدقائي، بهذه الطريقة نقوم بوضع الخيش وداخل الدخون أصدقائي. هذا الخيش أصدقائي، انظروا هو مشتعل، لا يظهر هناك شعلة في الداخل أو حرارة أو جمر أو أنه متجمر، لكن هناك شعلة عندما يتم النفخ عليه فإن النار تظهر. انظر أصدقائكم بالنفخ عليه من فمي، بالهواء من فمي نفخت عليه، فهي الشعلة ظهرت أصدقائي. أما بدون هواء تظهر كأنها منطفئة، وهي بالفعل ليس منطفئة، يوجد بها شعلة لا تعمل إلا بالهواء وبضخ الهواء داخل الدخون. انظر أصدقائي، في لحظات قليلة، في بضع ثواني، جميع قطع كراتين البيض ذابت كأنها لم تكن. سرعة الاشتعال سريعة جدا جدا أصدقائي، تشتعل بسرعة أصدقائي. فأنا أقول لكم وأنصحكم بأن أي شيء أساس الشعلة تكون من كراتين البيض، نضع بعض القطع في الأسفل، وبعد ذلك نقوم بوضع كرانيف النخل، أو نقوم بوضع الخيش أو قماش الخيش، أو نقوم بوضع الليف، أو نقوم بوضع اللي هو بعض الرقائق والأوراق من الشجر الموجود على الأرض فإنه يشتعل. لكن نحيطكم علما أن الأوراق الشجر الناشفة تقوم بانبعاث دخان كبير وتشتعل بسرعة وتنطفئ بسرعة، تحدث دخان كبير أوراق الأشجار الناشفة، لكن تذهب بسرعة وينتهي الدخان بسرعة أصدقائي. هناك سلبية هو انتهاء الشعلة بسرعة، وهناك دخان
دخان أصدقائي يكون كثيف جدا. هذا الليف أمامكم سنقوم بإشعاله وتجريبه الآن. ستشتعل النار أمامكم، متعارف عليه أنه الليف هو شعيري ويشتعل بسرعة، إذا لم تسيطر فقد تحرق يدك أصدقائي، وقد ستكون حذر من هذا الأمر. لم تستطع إدخاله بيدك، فتقوم باستخدام الملقط تبع النار أو أي شيء من حولك يتم استخدامه، لأنه يشتعل بسرعة بخلاف الخيش وبخلاف كراتين البيض أصدقائي. وهذا لا يصح، قد يشتعل لوحده لكن أصدقائي ينطفئ بسرعة وتواجه مشاكل، وتريد أن تشعله مرة أخرى وتقوم بإخراجه من داخل الدخول، لكن برضو نوصي أيضا بوضع كراتين بيض، وبعد ذلك نقوم بوضع الليف الموجود إن توفر لديكم أصدقائي، حسب ما يتوفر لديكم في بيئتكم أصدقائي. كما تشاهدون تماما ها هو الليف مشتعل، لكنه ينطفئ ليس كالخيش، كأكياس الخيش التي يتم استخدامها في تغطية النحل من الأعلى، أو يتم استخدامها لأشياء كثيرة أصدقائي. ها نحن الآن سنقوم بإشعال النار في كراتين البيض، ومن ثم سنقوم بوضعها داخل الدخون أصدقائي. أيضا هذه يجب أن يكون عندكم أصدقائي ولاعة أو قداحة أو كما تسمونها في بلدانكم أصدقائي، بهذه الطريقة تمام أصدقائي. كما تشاهدون نقوم الآن بإشعال هذه القطعة من كراتين البيض، وهذه القطعة سنستخدمها في قاعدة الدخون، لأن القطعة التي قمنا بإشعالها قبل قليل اشتعلت بسرعة وانتهت أصدقائي. سنقوم بوضعها في أسفل الدخون أصدقائي، انظروا ها هو القطع الكرتون التي قمنا البيض اللي اشعلناها انتهت بسرعة، بسرعة انتهت أصدقائي، رغم أنها لا يكون هناك شعلة من النار لكن النيران تزحف. ها نحن قمنا بوضعها داخل الدخون، انظروا أصدقائي، انظروا الآن سنقوم بالنفخ، ستشتعل بسرعة أصدقائي، انظروا 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 أنها تزحف كالجمر، كالجمر تزحف إلى بعضها أصدقائي، إلى الداخل، إلى بعضها البعض. نقوم بوضع أي شيء فوق هذه القطعة فإنها تشتعل أصدقائي. نقوم بوضع قطعتين ثلاثة أربع خمسة إلى نصف الدخون أصدقائي، ومن ثم بعد ذلك نقوم بوضع أي شيء مثل كرانيف النخل أو ليف النخل أو أي قطعة خشبية أصدقائي. هناك بعض أنواع الخشب لا يصلح للدخون، فإنه لا يشتعل مثل قطع مكعبات المشاطيح وغيره، فقمنا بتجربته أكثر من مرة فهذا لا يصح ولا يعمل أصدقائي. كما تشاهدون تماما أصدقائي تشتعل قطع الكرتون من البيض، وبعد ذلك تقوم بإيصال الشعلة إلى هذا الليف من النخل، وبعد ذلك أصدقائي تشتعل. انظروا أصدقائي قمنا بتثبيت الكاميرا لأن النار تشتعل، تزحف من أسفل إلى أعلى أصدقائي، من أسفل إلى أعلى تزحف النيران إلى الدخون أصدقائي. هناك دخان ينبعث قليل جدا من أسفل إلى الأعلى، وفجأة الآن سيكثر الدخان وسيعلو وهجه أصدقائي إلى أعلى أصدقائي. كما تشاهدون أمامكم بهذه الطريقة أصدقائي، نأمل منكم فضلا وليس أمرا ترك تعليق جميل مثل قلوبكم وأسماعكم وأبصاركم التي تشاهدوننا بها أصدقائي. كونوا معنا في حلقة جديدة وفيديو جديد في المرة القادمة، شجعونا بترك تعليق مرة أخرى والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع إعجاب لهذا الفيديو أصدقائي. شكرا لكم وبارك الله فيكم أحبابي، ودمتم ذخرا أصدقائي، والسلام عليكم
ورحمة الله.